عليكم. عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في الطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى ركض فسقى الكلب، فشكر الله عز وجل له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة. استبد به العطش لدرجة كبيرة دفعته للبحث عن قطرة ماء، ولكن رحمة الله عز وجل أدركته عندما وجد بعد طول وبحث وعناء ماء، فنزل وشرب حتى ارتوى وحمد الله تعالى على ذلك. ولكنه عند خروجه من ذلك البئر وجد كلبا يلهث من شدة العطش، فأخذته الرحمة بهذا الكلب الحيوان الأعجم، وتذكر حالته عندما كان في الظمأ، فنزل هذا الرجل إلى البئر مرة أخرى فملأ خفه ماء وسقى ذلك الكلب الظمآن، فشكر الله عز وجل على ذلك الصنيع وأثابه الله عز وجل خيرا وغفر له ذنبه. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.